السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هنتكلم النهاردة عن الـ Anywhere Events. الـ Anywhere Events دي بتشمل أكتر من حاجة، تشمل الـ Burns، تشمل الـ Head Injury والـ Trauma، تشمل الـ Headache، Nausea والـ Vomiting والـ Abdominal Pain والأزمة. بعض الحاجات دي إحنا أخدناها قبل كده، وبقالنا بإذن الله هنكمل الـ Burns دي، هناخدها المرة دي بإذن الله والأزمة. فبإذن الله المرة إن شاء الله في المحاضرة دي هنبدأ نشرح البيرنز بالكلاسيفيكيشن، بـ how to manage أو how to deal with اللي هي different types of burn. فأنا في الأول كده أجي أعمل definition للبيرنز وأشوف إن أنا عندي اللي هي الكلاسيفيكيشن بتاعها. هلاقي بقول إن أنا عندي البيرنز دي اللي هي الحروق تعتبر one of the most common و most painful injury، من أكثرها شيوعا وتعتبر very painful، مؤلم جدا. لو جيت اشوف اسباب البيرنز هلاقي ان انا عندي البيرن ممكن تبقى caused ب different sources او تجيلي من اكتر من حاجة. ممكن ان انا عندي extreme heat، ممكن chemicals زي ما بيحصل معانا في المعامل مثلا، او نتيجة electricity او radiation زي ال sun burn and even extreme cold. فكل دي ممكن تبقى causes للبيرن. حسب بقى ان انا عندي ال causes دي come in contact with type of tissue هيبقى هيدينا اللي هي الدامج هيبقى موجود فين. فبنقول ان هي ممكن affect the skin او ال eyes lungs وال other internal organs زي في حالات ال electrical burn. طيب ال burns دي بقسمها لايه؟ بقسمها ل degrees. طيب ال degree ده سواء first او second او third degree burn ده بيوصف او بيعبر لي عن ال severity of burn، ماشي؟ فالكلاسيفيكيشن اللي احنا باذن الله هنشرحه ان انا ممكن اقسم البيرن لواحده من 3 كاتيجوريز. طب هقسمها الفيرست او سكند او ثيرد ديجري بيرن على حسب ايه؟ على حسب اني لاير بالظبط من السكين افكتد، او ان هي ده بيوريني اللي هي الديبس اوف بيرن، وبالتالي اللي هي التيشو دامج اللي بيحصل. وطبيعي بدل انا مور لاير من السكين بتاعتي هبقى افكتد، او انا جو البرن بتاعي جو ديب في السكين لاير طبيعي يبقى مور دامج، وهيبقى ان انا عندي مور سيريس. فانا باذن الله هنبدا ليه نشرح اللي هي الكلاسيفيكيشن. احيانا برضو عشان لو حد شايف كتب ممكن يلاقي بعض الكتب احيانا تقسم البرن لثلاثه كاتيجوريز، واحيانا يقسموها لاربعه كاتيجوريز. ازاي؟ ان انا المفروض هلاقي ان انا عندي السكين لاير، زي ما احنا لو نحاول نفتكر هلاقي ان انا عندي السكين لاير بتاعتي، عندي الاوتر موست لاير بيبقى عندي الابيدرمس، يليها ان انا عندي الدرمس، يليها الهايبودرمس اللي هي بيبقى موجود فيها ان انا عندي الفايت والبلاد فيزل والنيرف، دي كده السكين لايرز. يليها بقى بلو السكين لاير دي تشو زي مثلا ان انا عندي الماسل والفاشيا والبون، ماشي كده. ففي الكلاسيفيكيشن اللي احنا هنمشي عليه الفيرست ديجري بيرن يبقى فيرست دي اول مرحله اللي هو بنسميها سوبرفيشال بيرن، يبقى افكت الاوتر موست لاير اللي هي الابيدرمس. طيب السكند ديجري ان انا يبقى جو ديب شويه، يبقى انا افكت كمان البيرن وصل للدرمس. طيب الثيرد ديجري بيرن ان هو يوصل للهايبودرمس بقى والفيزلز والنرف تبقى افكتد، وممكن كمان ان انا عندي يوصل للمصل والبون اللي هي التيشو بنيس اللي هي السكين لاير. فده تبع الكلاسيفيكيشن انا قسمتها ل 3 كاتيجوريز. بعض الكتب بقى اللي بتقسمها ل 4 كاتيجوريز بيبقى مقسم بيقول ان انا الفيرست ديجري اللي هو افكت الابيدرمس، السكند يبقى الدرمس، الثيرد الهايبودرمس، الفورث ديجري لو انا عندي البيرن شمل بقى اللي هي التيشو اللي هي زي الماسل والفاشيا والبون اللي هي بنيس السكين لاير. فده الفرق ما بين التو كلاسيفيكيشن. فاحنا بالنسبه اللي احنا هنمشي عليه باذن الله اللي هي بنقول ان انا عندي الفيرست ديجري بيرن زي ما لسه بنقول دلوقتي ان هي سوبرفيشال بيرن، من اسمها انها سوبرفيشال يبقى انا عندي البيرن افكت الاوتر موست لاير اوف سكين اللي احنا سميناها الابيدرمس، فهي سوبرفيشال. فانا في الحاله دي هلاقي ان انا عندي البيرن افكت الاوتر موست لاير ان انا عندي الابيدرمس، بلاقي في عندي ريدنس ومايلد بين، وممكن يبقى في ماينور سويلنج يعني التهاب بسيط كده، ماشي كده. وبالتالي اللي أنا ممكن دي تبقى تريتد ايزلي وما بيكونش فيها بلستر. بلستر زي ما هنشوف في السكند ديجري اللي هي زي فقاعات تبقى بابلز كده فيلد ويز فلوت.
فهي ان انا عندي الفيرست ديجري بيرن هيل فيري ويل، ده الفيرست ديجري. طيب هي السكند ديجري بيرن، يبقى انا اهمشي ايه جو ديب في كل واحد. الفيرست ديجري سميناها ايه سوبرفيشال، السكند ديجري بيرنز بقى هسميها بارشال سيكنس بيرن. ماشي، دي هتبقى مور سيريس. ليه؟ لان طب لو جيت اقارنها بالفيرست ديجري، لان هي ديبر لاير من السكن افكتد، ان انا هنا بيبقى افكت الابيدرمس والدرمس، وكمان المشكله انها تبقى ايزلي انفكتد. السكند ديجري بيرن لو جيت اشوف من ناحيه البين اللي انا بحس بيه، هلاقي ان هي اللي هي الموست بينفول. ليه؟ لان انا عندي البيرن هنا افكت الابيدرمس والدرمس، فبالتالي النرف اللي هي موجوده في الهايبوديرمس بتبقى بريزيرفد، يعني ما حصلهاش حاجه، النرف ما حصلهاش حاجه، فانا بحس بالبين، فهي الموست بينفول. ماشي كده. فبنقول بالنسبه للسكند ديجري بيرنز هي كمان بتبقى هيل ويل، ومحتاجش ان انا عندي ميديكال اتنشن، باستثناء لو البيرن ان انا عندي افكت السنسيتيف اريا، سواء الهاند الفيس الباتوك الجينيتالز، سواء البينس او الفاجينال اريا، او لو مساحتها كبيره اكبر من 2 ل 3 انش في الدايمتر. في الحاله دي لا، مش هعرف انا اتعامل معاها لوحدي. في الكاركترز بتاعتها الاقي طبيعي بيبقى فيه ريدنس طبعا، وفي هي في بين موست بينفول، تمام، وان انا عندي بيبقى فيها بليستر. بليسترز زي الشكل ده كده، ان انا بيبقى عباره عن بابلز كده، فقاعات فيلد ويز اللي هي الفلويد. وباذن الله هسيب في الديسكربشن لينك لبعض الفيديو هتساعدنا في الايه، في شكل سواء في السكين لاير في الاناتومي بتاعه، وشكل البرن والفيرست ايد بتاعتها. يبقى ده سكند ديجري بيرن او البارشال سيكنس بيرن، اتفقنا انها هي بت انفولف الابيدرمس والدرمس، وهي الموست بينفول لان النرف اندنج بتبقى بريزرفد. ماشي كده. بعد الكاتيجوري الثالث اللي هو بيبقى عباره عن الثيرد ديجري بيرنز، او اللي احنا سميناها فول سيكنس بيرن. فول سيكنس لانها كل اللايرز من السكان بتبقى افكتد، فهي الموست سيريس طبعا، لان هي انفولف اول لايرز اوف السكان. هنا طبعا لان انا عندي كل اللاير من السكان افكتد ومنها النيرف، فهلاقي ان انا عندي البين هنا هيبقى فيري ليتل بين في منطقه البيرن، رغم ان هي مور تيشو دامج، بس المشكله ان النيرف اندنج بتاعتي بتبقى هي كمان ديسترويد، فبالتالي ده بيأثر على البين سنسيشن بتاعي. بيبقى شكلها كده زي ما احنا شايفينها، بيبقى ليزري ابيرنس وتشارد كده، تحس محروق كده. ماشي، ويبقى جريش وايت اور الهيل بلاك، وان انا عندي الهيل بين بتاعي بيبقى فيري ليتل الهيل بين، ده نتيجه اللي هي النيرف اندنج بتبقى دامجد. وممكن كمان زي ما اتفقنا في الثيرد ديجري بيبقى الماسل والبون هي كمان بتبقى افكتد، فهي الموست سيريس ان هي انفولف كل اللايرز من السكان، وان انا عندي التيشو بنيز سكان كمان. ماشي كده. فان انا عندي السكان بتاعي ممكن يبقى بير بلاك وايت او ليذري لوكنج كده زي شكل الجلود. ماشي، وهنا بيبقى فيه فيري ليتل الهيل بين، لكن اخد بالي ممكن الاريا اللي هي حوالين البرن نفسها ممكن يبقى فيها بين عادي، لان انا اللي هي منطقه حوالين البرن هنا البرن مش مؤثر فيها، فالنرف اندنج موجوده، فانا ممكن احس فيها ببين عادي. اي ثيرد ديجري برن مش هينفع اتعامل معاها لوحدي، لازم انقل الشخص للمستشفى بحيث ان هو هيحتاج ان هو انتنسيف تريتمنت، ويدوله كمان مهم ان انا كمان نتيجه بيبقى فيه فلويد لوس نتيجه للبرنز، انه يدوه فلويدز اعوض اللي هي الفلويد، غير ان انا اعمل مانج للبيرن عشان ما يدخلش مني في شوك. فده برضو اهي اشكال اللي هي البيرن بتاعتي. ده عندي اهوت الفيرست ديجري، هلاقي ان انا عندي في بيبقى في عندي ريد اللي هي ودراي كده، وبيبقى في مايلد بين. السكند ديجري ادي البليستر اهي باينه واضح خالص اهيت، ان انا عندي بتبقى بابلز وفيلد ويز فلويد. هنا طبعا الثيرد ديجري افكت كل اللايرز من السكان، واتفقنا كمان ممكن اللي هي البون والاي والمصل. طيب بالنسبه بقى هاو تو مانج الماينور بيرن، الماينور بيرن هقصد بيها هنا كل الفيرست ديجري بيرن او السكند ديجري بس سمول، اتفقنا الاريا اقل من 2 ل 3 انش، وما ونوت افكت السنسيتيف اريا. دي ممكن انا بقى ايه تريتد بروبرلي ات هوم، مفيش اي مشكله خالص. فاتفقنا ان انا عندي يبقى الماينور بيرن هقصد بيها ايه الفيرست ديجري بيرن، وسمول سكند ديجري
دي تبقى treated properly at home بالستبس دي. ان انا اول حاجة ان انا الجزء اللي هو من السكان اللي هو affected بالبرن احطه كده تحت running water، او اعمل حتى لو مش available ممكن بتاول فوطه بميه بكولد ووتر، ان انا اعمل لها ابلكيشن احطها على منطقه البرن مده اللي هي حوالي كده 10 دقائق لحد ما البين بتاعي بيبدا يقل. ومهم جدا ان لو لابسه اي جولري ووتشز بيلت كل الحاجات دي اشيلها عشان الاقي قبل ما يبدا يحصل اللي هي سويلنج. ماشي كده. وفي النهايه ابدا ان انا اعمل اللي هي الكفر للبرن بتاعي ببلاستيك راب. هي دي الستبس اللي انا هعملها. يبقى هعمل ايه؟ هقول اول حاجه فلود ذا انجرد بارت ويز كولد ووتر فور ات ليست 10 مينتس، احطه كده تحت رانينج ووتر مده 10 دقائق او لحد ما البين يبدا يبقى ريليف. مهم جدا نعمل ريموف اني جولري ووتشز بيلت او كونستريكتنج كلوزنج فروم ذا انجرد اريا بيفور ات بيجن تو سويل، قبل ما يبدا يحصل عندي سويلنج. بعد ما عملت كولنج للبيرن ان انا يفضل ان انا اعمل له كفر ويز اللي هي البلاستيك اللي هي راب، وان انا المفروض ان انا الراب البلاستيك راب دي ابلاي الراب لينس وايز اوفر ذا بيرن تغطي اللي هي البيرن كويس. فده بالنسبه للماينور بيرن، وده بتبقى ايزلي تريتد ات هوم مفيش اي مشكله. بالنسبه للبين اللي انا ممكن احس، انا ممكن اخد اي انالجيسيك بين ريليفر، اخد الاسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول، اخد ايبيبروفين، اي حاجه كمايلد كانالجيسيك عشان البين اللي انا ممكن ان انا احس بيه. انا اخد الاوتو سي بين ريليفر في حالات اللي ان انا عندي فيه بلستر، ودي اتفقنا انها بتبقى موجوده في السكند ديجري بيرن، بقول نيفر بيراست ابلستر، ان انا لو في عندي بلستر خالص ما احاولش ان انا افرقعها. ومش هتحتاج زي يوجوالي نيد نو تريتمنت، المهم ان انا مجرد بس بعد ما عملت كولنج للبرن اعمل لها كفر الهيل كويس، يا اما بلاستيك راب او نون ادهيسيف سترايل دريسنج. ماشي، لحد ما هي البلستر تبدا سبسايد لوحدها وما فيش اي مشكله، بس ما احاولش ان انا افرقعها. ماشي كده. فبنقول نيفر براست بلستر زي يوجوالي نيد نو تريتمنت. ولو ان انا عندي بدا ان انا البلستر بتاعتي بدات تبريك كده او لايكلي تو براست هتفرقع لوحدها، ان انا اعمل لها كفر ويز نون ادهيسيف اللي هي الدريسنج بحيث انها تغطي اللي هي البيرن ومنطقه اللي هي فيها البلستر دي. ماشي. وبخلي الدريسنج ان بليس لحد ما البليستر سبسايد، لحد ما البليستر بتاعتي دي تروح لوحدها خالص، لكن انا مجرد بس بغطيها باي نون ادهيسيف اللي هي الدريسنج لحد ما هي وتروح لوحدها، محاولش ان انا افرقعها. طيب امتى هحتاج تو كول فور هيلب؟ اتفقنا ان انا لسه قايلين من شويه كل الثيرد ديجري بيرن هحتاج هيلب. وهحتاج امتى؟ لو انا عندي سكند ديجري في سنسيتيف اريا او شملت اللي هي لارج اريا من السكن. ماشي، او من البادي يعني. فبنقول هحتاج كول فور هيلب فور اول بيرن اف يو انشور اوف ذا سيريسنس. لو انا مش متاكد وما عنديش معلومات كافيه عن السيريسنس بتاع البيرن ومش عارفه اقول ده فيرست ولا سكند ولا ثيرد، لا يبقى على طول كول فور هيلب في البيرن في حالات التشيلدرن. طبعا كل الثيرد ديجري بيرن. لو انا عندي partial sickness burn اتفقنا هي لو مساحتها كبيره larger than اكتر من 10% of اللي هي ال total body surface area، اي mixed pattern of اللي هي ال varying اللي هي degree of burn، واي burn اتفقنا ال sensitive area سواء ال face او ال hand او ال feet او ال genital area. ولو الشخص اللي هو ال burned person بدا يبقى فيه experience dizziness او اللي هي ال confusion weakness او fever او chill، كل الحاجات دي ان انا عندي بقى يبقى حسن المينتال ستيتس بتاعته مش مظبوطه وفي بيتنفط كده وبيترعش وفي فيفر، لا يبقى لازم ان انا كول فور هيلب. ده معناها يا اما في عندي انفكشن او ان انا عندي انترنال اورجان دامج فلازم ان انا انقله هنا. ماشي كده. طيب يبقى احنا خلاص الماينور بيرن اللي هي سواء الفيرست او سمول سكند ديجري مجرد اتفقنا مش هحتاج تو كول فور هيلب الا باستثناء الحاجات اللي احنا قلناها، سواء بقى البيرن اكتر من في منطقه اكتر من 10% من البادي سيرفيس اريا او ثيرد ديجري، او لو مش عارفه السيريسنس بتاع البيرن، او في تشيلدرن، او بعض المينتال ستيتس بتاع البيرسون بتاعي بتبقى اولترد. ماشي. فمجرد في الحالات دي كلها الماينور بيرن مجرد هعمل فلود كده ويز رانينج ووتر مده 10 دقائق واغطيها ببلاستيك راب، وممكن اخد بين ريليفر. واتفقنا لو في بلاستر نيفر بيرست. طيب لو انا عندي اللي هي السيفير بيرن بقى،
ان انا احاول طبيعي ان انا هكول فور هيلب، بس في الاول ان انا احاول على قد ما اقدر اعمل ستارت كولينج البيرن as soon as possible after the injury. فانا ان انا بعمل فلو دي البيرن with plenty of cool tap water ماشي كده، بس ده ما اخرش ان انا ايه don't delay اللي هي removal of اللي هي الكوجالتي to the hospital ماشي، من غير ما اخره لازم طبيعي هنقله. يعني انا اتصلت ان هو كول فور هيلب بحيث الامبولانس تيجي، ممكن على ما تيجي ده ان انا احاول ان انا بس اعمل كولينج للبرن ماشي، ونعمل اللي هي الكولينج لمده اللي هي 10 دقائق او ما حد ما البين يبدا يقل شويه. وفي المرحله دي اخد بالي من اللي هي ايه لو في اي ساينز او في اللي هي بريسنج ديفيكالتي والحاجات دي، بحيث ان انا لو احتجت اعمل سي بي ار او ان انا احاول ان اعمل اشور اللي هي الكوجالتي ماشي كده. مهم جدا طبيعي زي ما اتفقنا ان انا اعمل ريموف اي رينج ووتش بيلت ماشي، وطبيعي اي بيرند او اللي هي الكلوزس ان انا عندي مثلا لو في حالات لو كان نتيجه الكيميكالز اللبس اللي وقع عليه الكيميكال او اتاثر بالبيرن اشيله. بس اخد بالي لو بعض اللبس ستاك تو ذا بيرن لازق كده في البيرن، ما احاولش ان انا اشيله لان انا ممكن كده ازود الدامج. فبقول don't remove clothing that is stuck to the burn، حاجة لازقة كده لا ما احاولش اشيلها، يبقى بالراحة ممكن اقص من حواليها لكن هي نفسها ما اشيلهاش عشان ما ازودش الدامج بتاعي ماشي كده. بعد ما عملت كولينج لحد ما انقله ان انا اغطيها ببلاستيك اللي هي ريب عشان ما يحصلش انفكشن، او ان انا احط اي دريسنج لوزلي بحيث ان انا ايه لحد ما ابدا ان انا عندي انقل الكوجلتي للهوسبيتال بتاعي، بحيث ان هو ياخد بقى ايه انتنسيف تريتمنت وانتنسيف مانجمنت اللي هي البيرن ويعملوا له فلويد اللي هي ريبليسمنت ماشي كده. واتفقنا في الفتره دي لازم بحاول ان انا اعمل اللي هي المونيتور للفيتال ساين والليفل اوف ريسبونس واللي هي البريسينج ماشي والبالس، وانا عامل ويتنج فور اللي هي الامرجنسي هيلب تو ارايف. يبقى ده السيفير بيرن. طيب بعد كده في حاجه اسمها الاير واي بيرن. الاير واي بيرن ده معناها ان انا عندي ممكن احس بان انا او ان انا عندي البيرن ممكن ياثر كده على الهيل بريسنج باس واي بتاعي. ده بيحصل لو انا عندي الشخص كده حصل في مكان فاير، في مكان حريقه مثلا في مكان، والمكان ده confined place ومفيش تهوية كويس، فبدأ الشخص كده انهيل السموك بتاع اللي هي الفاير بتاعي، فبدأ هو هيبدأ يحس ببريسنج ديفيكولتي باختناق وان هو مش عارف ياخد نفسه كويس وكف والحاجات دي، فدي سميناها الاير واي بيرن. فطبعا الاير واي بيرن دي دايما سيريس واحتاج ان انا الشخص ان انا تو كول فور هيلب، فبنقول كول الامبيولانس as soon as possible ماشي كده. بنقول ان انا عندي هفترض ان في بوتنشال فور اير واي بيرن لو الشخص ده في بيرن طبيعي ان انا عندي في الفيس او الماوس او الهيل ثروت او كان موجود في فاير او في كونفايند سبيس اللي هي فاير، فاتفقنا في حريق في مكان مغلق كده، فهبدا اشك على طول لو ان هو بدا يشتكى من الهيل بريسنج ديفيكولتي والحاجات دي، يبقى انا هشك في اير واي بيرن ولازم انقله المستشفى بسرعه. ففي الحاله دي لان هي في حالات ان انا عندي في الفاير او ان الشخص بدا انهيل اللي هي السموك، في الحالات دي هتبدا الاير واي بتاعتي هيبدا يحصل لها سويلنج، وبالتالي لما هيحصل سويلنج بقى للاير واي هتبدا تعمل اوبستراكت، هتخلي الفلو اوف اللي هي الاكسجين في البادي هيبقى قليل. يعني انا النتيجه اللي هي السويلنج بتاع اللي هي الاير واي باساجز هتبدا السويلنج اللي فيها يبدا يضيق الفلو اللي بيمشي فيه اللي هي الاكسجين، فبالتالي هيبدا عشان كده الشخص بيبدا يحس ببريسنج ديفيكولتي ويبدا يكح ومش عارف ياخد نفسه اللي هو كويس، ده نتيجه للسويلنج والانفلاميشن في الريسبيراتوري اللي هي الباس واي بتاعه، فما فيش اكسجين واصل اللي هي كويس. طيب ايه الساينز اوف اللي بتخليني اشك ان انا عندي في اير واي بيرننج؟ هلاقي دايما كده في سوات around the nose والماوس، اصوات زي سواد كده حوالين الانف والماوس، ده بيقول ان انا كنت في مكان كده بيقول ان الشخص ده واضح ان هو كان في فاير وفي confined place. هيبقى في swelling وفي burning sensation للماوس والتونج ماشي. الاقي كمان very hoarse voice، يعني الشخص بيتكلم صوت مش عارف يتكلم كويس وصوت محشر كده ومش عارف يطلع صوته بوضوح. الاقي كمان في signed nose hair،
يعني الاقي النوز هير اللي هو الشعر بتاع الانف، احس ان هو بيرند او سايند كده. كمان هيشتكى من بريسنج ديفيكولتي، مش عارف ياخد نفسه كويس وبيكح وكل الحاجات دي. يبقى كل دي بتقول ان انا في عندي اير واي بيرن، سواء اصوات يعني زي دخان كده، او سواد حوالين اللي هي النوز والماوس، وفي سويلنج او اللي هي البيرنينج سنسيشن الماوس والتانك، وسايند نوز هير، وفيري هورس فويس، وبريسنج ديفيكولتي، ده نتيجه للسويلنج في الريسبيراتوري باس واي، وبالتالي ده بيعمل كونستريكت او اوبستراكت اللي هي الفلو اوف اوكسجين. فزي ما احنا شايفين عندي اهو من اللي احنا لسه قايلينها اللي هي الساينز، ان انا عندي ادي سوات كده اراوند اللي هي النوز واللي هي الماوس ماشي. فده بتبقى بتقولي ان انا ممكن يبقى فيه عندي في بوسيبيليتي ان يبقى فيه اير واي بيرن. فالمفروض ان انا احاول اعمل ري اشور الكوجلتي او الشخص ده لحد ما طبعا ان انا هنقله للمستشفى، بحيث ان هو يتعمل له تشيك كويس، وبحيث لو ممكن يحتاج يتاخد بقى اكسجين او يدوله اي برونكو دايليتور، بحيث ده يحسن من اللي هي السيمتوم اللي هو بيعاني منها ماشي كده. فبنقول take any steps possible to improve اللي هي الكوجلتي اير سبلاي، such as loosening اللي هي الكلوزنج اراوند اللي هي نيك، يعني لو في زرار كده فوق ممكن انا احاول افكه، وان انا ممكن اديه كده small sips يعني of cold water، يعني ميه شويه ميه على بسيط كميات قليله، بحيث ان انا هو يقلل اللي هي السويلنج والبين. مهم ان انا اعمل مونيتور وريكورد اللي هي الفايتال ساين والليفل اوف ريسبونس والبريسنج والبالس طبعا ده، وانا عم مستنيه الهيلب فور تو ارايف. لان انا اتفقنا اي اير واي بير لازم ان انا كور فور كول فور هيلب، وان انا هنقله المستشفى بحيث ان هو ياخد انتنسيف اللي هي هيلب. بالنسبه بقى بعد كده اللي هي الكيميكال بيرنز، اللي هي زي ممكن في المعامل ان انا ممكن اي اسيد او الكالي يحصل اكسيدنتالي كده يقع على السكين، او ان انا ممكن احيانا يبقى سبلاتشد على الاي، وهنشوف ازاي نتعامل معاها دلوقتي. فدايما اللي هي الفيرست سيمتوم اللي هي بتظهر عندي بيبقى فيه انتنس اللي هي بين، ممكن يبقى فيه بليستر اللي هي زي البابلز اللي هي فيلد ويز اللي هي الفلاويد دي، وسويلنج ممكن يبقى فيه ديسكالريشن اوف اللي هي البرنت سايت، الاقي لون مثلا لو وقع على الايدي الاقي لون اللي هي السكين اتغير. فانا مهم ان انا في الاول اتاكد في الاول ان انا انقل الشخص، مثلا لو كانت وقع اي كيميكال اسيد او الكالي، ان انا الاول احركه بعيد عن مكان اللي وقع فيه الكيميكال ده. فانا اتفقنا ميك شور ان الهيل اريا اراوند الكوجلتي از سيف، مفيش اي بواقي من الكيميكال ده موجوده، وان انا احاول ان انا اهوي المكان كويس بحيث لو في اي فيومز فبنتليت الاريا تو ديسبيرس الهيل فيوم. واخد بالي وانا بتعامل مع الشخص اللي هو وقع عليه اي كيميكال لازم البس الهيل جلوبز علشان ما يعني احمي نفسي من الكيميكال ده هو نفسه يؤذيني. مهم كمان اخد بالي ان انا لو انا عندي اللي هي الكيميكال كونتينر احاول اعمل له سيل الهيل كويس ماشي، ولو انا عندي الكيميكال ده كان عباره عن باودر احاول اعمل له انفضه كده، وانا طبعا لابسه الجلافز ان انا احاول اعمل اللي هي البراش اوف اللي هي ذا سكين، وبعد كده اتعامل معاه عادي. يبقى انا بس مجرد الكام ان انا عندي الكونتينر احاول اقفله كويس واعمل فنتليت اللي هي ان انا عندي اللي هي للاريا، واي كلوز سيلي كونتامينيتد بالكيميكال دي احاول ان انا اشيلها، وبعد كده احط البيرن بقى فلود اللي هي البيرن بتاعي مدة ربع ساعة او تلت ساعة with اللي هي الووتر، بحيث ان انا ابدأ ان انا اعمل ايه to disperse اللي هي الكيميكال واوقف اللي هي البيرنينج ماشي كده. اخد بالي لو انا الشخص بتاعي على الارض اخد بالي ان الووتر اللي نازل نتيجة ان انا بعمل بي ووش للبرن ما يجيش مثلا على الايه على رجله التانية او حاجة، بحيث ان هو يعمل لي فيرزر اللي هي الدامج ماشي كده. ولازم اي contaminated clothes والجولري لازم ان انا اعمل ريموفال لكل ده، واعمل مونيتور للفايتال ساينز زي باقي الحاجات والبالس والهيل بريسنج ماشي كده، لحد ما ان انا while waiting for اللي هي الميديكال هيلب. ويفضل لو انا اقدر بحيث ده ممكن يساعد، لان زي ما باذن الله هناخد بعد كده في التوكسيكولوجي والمانجمنت اوف توكسيستي بيفرق لو انا عندي اسيد او الكالي، فلو ان انا اعرف اخد ديتيلز من على الكيميكال اللي هي الكونتينر ده يبقى كويس، ان انا اعرف نوع الكيميكال اللي هو حصل له كونتاكت معاه، بحيث ان انا اقولها للميديكال ستاف ده يبقى كويس، بحيث ده هيسهل عليهم بعد كده. بالنسبة لو انا عندي البيرن حصل الهيل في الاي،
لازم بحاول اعمل كده ووش كويس للاي كويس وللايلد الجفن كويس. ممكن احطها كده تحت رانينج ووتر، او ان انا اجيب قطارة واعمل ووش كويس كده للعين كويس، وبعد كده احاول اغطيها باي باتش زي ما هنشوف. ولازم ان انا الشخص ده يروح لاي دكتور عيون طبعا، بحيث ان انا اتاكد ان مفيش اي سيريس دامج. ماشي. فانا لو انا عندي اللي هي الاي بيرن، طبيعي ان انا دايما وانا بتعامل معاها هيبقى وير اللي هي البروتكتيف اللي هي الجلافز. احاول ان انا اعمل هولد الكوجلتي افكتد اي اندر رانينج اللي هي ووتر مده 10 دقائق. احاول احط يعني العين تحت رانينج ووتر مده 10 دقائق، واعمل الريجيت كويس للي هي الاي ليد اللي هي سرولي من جوه وبره، واحاول ان انا احاول افتحها كده بحيث ان انا اعمل ووش كويس للاي. واخد بالي برضو ان انا عندي الميه، ان انا عندي الهير contaminated water doesn't splash the uninjured eye، ما تجيش على العين اللي هي التانية. لو هيبقى صعب ان انا اعملها كده تحت رانينج ووتر زي ما بقول، ممكن اللي هي ان انا ابقى عندي بقطاره واعمل ووش كويس للاي والايلد. ماشي. بعد كده ان احاول ان انا احط عليها اي اي باتش على الانجرد اي. ماشي. ولازم طبعا ان انا هحاول ان انا انقله للدكتور بحيث ان هو يعمل فول اكزامينيشن للاي بتاعي. ماشي كده. وبرده ان انا هحاول اعمل ايدنتيفاي اللي هي الكيميكال واي اللي هي الديتيلز اللي هي الموجوده عليه، بحيث ده هيهلب وانا بعمل اللي هي تريتمنت. بعد كده بالنسبه للسون بيرن، ودي تبقى كومن جدا طبعا اللي هي في الصيف، السون بيرن بيبقى سببها ان انا نتيجه اللي هي الاوفر اكسبوجر تو سن. اوفر اكسبوجر تو سن طبعا ان احنا عارفين ان النورمال ليميتد اكسبوجر لليو في راديشن ده بينيفيشال، ان هو ده بيدينا اللي هي البينيفيشال فيتامين دي في السكن. لكن المشكله بقى الاوفر اكسبوجر تو السن ده بقى اللي هو بيسبب لي اللي هي السن بيرنز. ماشي. واللي هو الانفلاميشن اللي هي اللي بيحصل للسكن ده. ماشي. فبيبقى ان انا بقول ان السان بيرن بيبقى بيرن على السكن، ده نتيجه اليو في راديشن، وده هيسبب انفلاميشن للسكن، وده كمان بيسبب البريماتور ايدجنج والرينكلز اللي هي التجاعيد اللي هي بتظهر عندي في السكن. طيب بالنسبه بقى للي هي الفيرست ايد اوف اللي هي السان بيرن، ازاي ان انا هتعامل معاها؟ دايما بنقول ان انا احاول اعمل بريفنت السان بيرن بيفور ات ستارت، احاول امنعها قبل ما تبدي. طب ازاي؟ ان انا استخدم سان سكرين زي ما كنا عارفين، ان انا احاول ما امشيش في الشمس، ما اتعرضش للشمس كتير، كفر الاكسبوزد سكين ويز لايت كلوز، يبقى جيتنج اوت اوف سان، كفر الاكسبوزد سكين ويز لايت كلوزنج، يوز اللي هي سان سكرين. وان انا احاول استي اوت اوف تانينج بيدز. تانينج بيدز دي احيانا تبقى بيدز كده بعض الناس يستخدموها لما يبقوا يحب يعني حابين يغيروا نوع لون السكان بتاعهم، فانا دي طبعا ما تفضلش. طيب يعني دايما الاقي السان سكرين مكتوب عليه كده فاكتور اللي هو الاس بي اف اللي هو السان بروتكشن فاكتور. سان بروتكشن فاكتور ده بتبقى عباره عن فاليو كل ما بتزيد، ده معناها ان درجة الصن اللي هي البيرن بروتكشن بتزيد. طب هو بيعبر عن ايه؟ بيعبر ببساطة عن كمية السولار انرجي او اليو في راديشن اللي انا هبقى محتاجاها عشان تسبب لي صن بيرن وانا مستخدمة الصن سكرين، مقارنة بكمية السولار انرجي اللي انا هحتاجها عشان تسبب بيرن لو انا مش مستخدمة صن سكرين. فطبعا كل ما الاس بي اف ده يزيد، ده معناها ان انا لو انا مستخدمه سان سكرين يعني هبقى محتاجه كميه سولار انرجي او يو في راديشن عالي عشان يسبب لي البيرن. فبنقول ان كل ما الفاليو بتاعته بتزيد السان بروتكشن اللي هي بتاعه بيزيد. فبيبقى ميجر اوف هاو ماتش سولار انرجي او يو في راديشن ريكوايرد تو برودوس سان بيرن اون بروتكتد سكين، يعني وانا مستخدمه سان سكرين ريلاتيف مقارنه بالاماونت اوف سولار انرجي ريكوايرد تو برودوس سان بيرن اون ان بروتكتد سكين في حاله عدم استخدامه. بالنسبه لا طيب لو انا عندي بقى ده اتفقنا ان انا من الافضل ان هعمل بريفنت للسان بيرن قبل ما تبدي، سواء بقى استخدمت سان سكرين، جيت اوت اوف سان، كفر الاكسبوزد سكان ويز لايت اللي هي الكلوزنج، جيت اوت اوف اللي هي التانينج بيدز. طيب لو انا عندي حصل، فالمفروض ان انا السان بيرن لو حصل احاول ان انا كده احط لوشن حاجات زي فيها الوفيرا بحيث تبقى سوزنج كده. ممكن اجيب بكول كومبريس، ان انا ممكن بتاول كده فيها ميه بارده واحاول على احطها على منطقه اللي هي السكين بيرن،
ممكن لو البين بتاعي حسب بين شوية مضايقني استخدم بين ريليفر. ممكن اخد طبعا اللي هي الكول باس ماشي، بس افويد بقى الباس سولت ولا اويل ولا البرفيوم ده طبعا على المنطقة اللي فيها السان بيرن دي. وبحاول برضو ما اعملش ولا سكراب ولا شيف اللي هي السكان ماشي، بحيث ان ده اللي هي في المنطقة اللي فيها اللي هي السان بيرن دي. واحاول في المنطقة بدل انا هتعرضت لسان بيرن، احاول انا في الفترة ان انا بعمل هيل من سان بيرن استي اوت اوف الهيل سان، واحاول اعمل درينك كمية فلويد اللي هي الكافية ماشي كده. اخر تايب من البيرن اللي هو الالكتريكال بيرن. دايما في حالات الالكتريكال بيرن ده برضو هحتاج ان انا تقول فور هيلب، لان انا عندي الالكتريكال بيرن بقول لما انا عندي الشخص كم في اكسيدنتال كونتاكت مع الالكتريكال انجري ده ممكن هيسبب لي الكتريكال شوك. الالكتريكال شوك دي الديجري اوف انجري ممكن تختلف، ممكن يبقى مايلد بيرن، ممكن احيانا تسبب لي ديفاستنج دامج، ممكن يوصل احيانا لحد الوفاه الدس. فبنقول لان الالكتريكال شوك ممكن يسبب لي اللي هي الكاردييك ارست، فده طبعا حسب اللي هي الالكتريكال كارنت اللي انا اتعرضت له. فلو هو بريف ولو فولتج شوك دي doesn't cause ممكن any symptom، او ممكن اللي بيبقى بيرن طفيف جدا للسكان ومش هتحتاج اي تريتمنت. لكن طبعا لو هاي فولتج شوك او شوك اللي هي سببت اللي هي بيرن، لا في الحاله دي لازم ان انا كول فور هيلب وانقله للامرجنسي عشان اتاكد ان مفيش internal organ damage، وان بحيث ان انا ايه ما يحصلش لا قدر الله الكاردييك ارست ويحصل اللي هي التيس ديس للفيكتيم بتاعي. فمهم دايما في التعامل مع الالكتريكال بيرن حاجة في البداية، ان انا بقول ان دايما never approach the person with ان انا suspect ان في عندي electrical burn لحد ما اتأكد ان انا عندي current switched off واي contact مع electrical source has been broken. دي بداية، فبقول ان never approach the person with suspected electrical burn until you are sure that contact مع electrical source has been broken، انا فصلت التيار الكهرباء والcurrent has been switched off ماشي. فطبعا ان انا عندي اتفقنا ان انا هحتاج ان انا call for help، والبرن اللي بيحصل ده بيبقى سببه الالكتريكال كارنت اللي هو ماشي ران ثرو اللي هي البيرسون اللي هي البادي. هيبقى ممكن ان انا عندي في اللي هي منطقه بيرن ات الانتري والاكزيت سايت اوف اللي هي الكارنت، لكن اخد بالي دايما ان ممكن يبقى في احتماليه ان يبقى في انترنال هيل دامج، لذلك دايما call for help ماشي كده. ممكن طبعا في المنطقه اللي فيها البيرن هيبقى فيه سويلنج واللي هي الشارنج في الايه في الانتري اللي هي منطقه دخول وخروج الكرنت، الانتري والاكزيت سايت اوف الكرنت ماشي كده. دايما وزي ما اتفقنا هيبقى احتاج كل الامبولانس، وان انا عندي اخد بالي خالص ان انا الهيل بيرسون اللي بتاعي ممكن يبقى حصل له شوك او انكونشس او ممكن يحصل له كاردييك اللي هي الارست، فاحاول لحد ما الامبولانس تيجي اعمل تشيك للبريسنج والبولس، وممكن احتاج ان انا ابدا اللي هي سي بي ار. طبعا لو انا الشخص بتاعي كونشس مثلا على السكن، طبعا دي بعض اللي هي الاشكال البيرن، ممكن انا اعمل بور اللي هي كول ووتر، بس اخد بالي طبعا انا بقى فصلت التيار الكهرباء. دي طبعا بعض اشكال بيرن سواء سان بيرن او ان انا عندي الكتريكال بيرن، او ده نتيجه اللي هي الكيميكالز، وده ان انا عندي اللي هي الاي بيرن وكده. الحمد لله.